اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسأل الشباب عن الفريق الاول، تصعيدهم بقى وموسيماني والكواليس ومين اللي كان بيساندهم. عبد الرحمن، يعني اول تصعيد ليك مع الفريق الاول كان اول تمرينه بقى، مين اللي بلغك بيها؟ اللي بلغني بيها الاداري كابتن احمد عبد الله. بلغني ان انا بكره موجود مع الدرجه الاولى. ف بس كان الموضوع طبعا مفاجاه انك بكره مع الدرجه الاولى. كنا لسه كان عندنا ماتش وراجعين، طب الدنيا، طب هعمل ايه، طب ايه. كان الموضوع مين اللي استقبلك فوق الفريق الاول؟ بصراحه كل اللعيبه فوق بتحتضنك، يعني انت النادي الاهلي غير اي نادي تاني. يعني انت بتدخل كانك فعلا كنت انت رايح تمرينه مع زمايلك في الفرقه اللي في الناشئين، كان كان مفيش فرق فعلا. كله بيشيل من عليك الرهبه، بيتكلم معاك، بيسلم عليك كانه كان معاك امبارح، ولا كانك جديد، ولا كانه يعني. موسيماني قال لك ايه بقى؟ نصايح موسيماني قال لك ايه لما طلعت في اول تمرينه؟ هو كوتش بيتسو دايما بيتكلم في ان الراجل بيحب الكره السهله، بيحبش حد يجري بالكوره، بيحب يسهل الدنيا. دايما عنده طموحات ان هو اقصر طريق للجون. عنده طموحات ان هو عايز دايما يكسب، دايما بيدور على السهل، الكره السهله، الكره السهله. فكانت كل التعليمات ان انت تسمع الكلام، ان هو اوقات يجي عليك في قلب الملعب يقول لك انت لو جريت بالكوره انا هطلعك بره. يعني كتير عايزك تعمل الفكر اللي هو في دماغك بالظبط. انت تنفذ، انت وسط، انت ترس وسط عجله كلها. لازم انت تنفذ اللي عليك بحيث انك ما تاثرش، ما تحس انك تبان وسط الناس دي، وسط المنظومه. اقول نصير كان اول مدرب موسيماني برضو صعدك ولا طلعت قبل كده؟ لا، طلعت في 2018 كان مستر كارتيرون. كارتيرون لما كان كان متواجد، وبعد كده طلعت في 2000 مع مستر فايلر، وبعد كده طلعت مع مستر موسيماني. يعني انت مع التلات مدربين؟ طلعت مرنت معاهم التلات. اول واحد بلغني كان كابتن عادل عبد الرحمن لما كان ماسك فريق 97 الفتره الاولى. بلغني كان عندنا ماتش ودي. طبعا ما كنتش مصدق نفسي، اللي هو انا حتى فاكر ردي ساعتها اللي هو قلت له انا، قال لي انت في الدرجه اللي قلت له انا. فطلعت واتمرنت اخر فتره دي كانت مع الفريق الاول، كانت مع مستر موسيماني قبل ماتش مصر للتامين. اتكلم معانا وقال لنا قبل الماتش بيوم، قال لنا انتوا زيكم، انا ما بفرقش، انتوا زيكم زي اللعيبه الكبيره، انزلوا اعملوا نفس الشغل اللي بناخده في التمرين. وحفظنا جمل قبل المباراه كويس، ونزلنا عملناها وربنا كرم. يعني وكمان جبت هدف حلو كمان، جبت جول الهدف معانا كان فهد عمله لي. فهد عمله لك، وانت كمان استلام حلو وركنتها يعني كل بثقه كده. كل ما تقرب من الجول حط دقه اكتر، بطن رجلك وفي زاويه، شيل الكوره. شغلت فيها دماغك لغه الكوره. تعلمتها دي في الناشئين، اللي هو يعني كل ما تقرب من الجول دقه اكتر وشيل الكوره. كابتن ياسر رجب.